بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حبيبي طلاب بريب 1، هنكمل مع بعض بعد ما وضحنا ازاي بنعمل لوكيت للعناصر في المودرن بيريديك تيبل، وبنعرف من خلال الالكترونيك كونفيجريشن ازاي بنحدد رقم البيريود ورقم الجروب. فبالتالي بنلاقي ان العناصر او الاتومز اللي متشابهه في عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل بتكون متشابهه في الصفات، وبتكون كمان موجوده في نفس الجروب. فيجي لنا سؤال: elements of the same group are similar in their chemical properties. العناصر اللي في نفس الجروب بيبقوا متشابهين في الصفات، زي مثلا لو جينا نبص على العناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم و كل العناصر اللي في الالكالاين ميتالز هنا، فهقول له هم ليه متشابهين في الصفات؟ because they are similar in the number of electrons in the last energy level، مستوى الطاقة الخارجي اللي هو هنا 2 1 2 8 1 2 8 8 1، كلهم اخرهم 1، فبالتالي ده السبب في التشابه، فهم من عيلة الميتالز يفقدوا ال 1. مغنيسيوم والكالسيوم similar in their properties، يبقى اكيد عندهم نفس عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى because they are similar in the number of electrons in the last energy level so they located in the same group which is 2a. بعد كده elements of the same period are different in their chemical properties. العناصر اللي في نفس البيريود بيبقوا مختلفين في الصفات الكيميائية، لان في نفس البيريود بلاقي بقى عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل بيبقى مختلف. الليثيوم توزيعته 2 1، بريليوم 2 2، البارون 2 3، الكربون 2 4، النيتروجين 2 5، اكسجين 2 6، فلورين 2 7، نيون 2 8. يبقى بالتالي ده تشكيلة وكل واحد ليه صفاته. جميل، يبقى بالتالي الإجابة بتاعتنا في بقى اللي فيهم اللي ميتالز والنون ميتالز حسب التوزيع زي ما قلنا والصفات، ف because they are different in the number of electrons in the outermost energy level. بعد كده رقم 4 في الأسئلة: الألمنيوم Al13 والكلورين الكلورين Cl17 located in the same period. يبقى على طول اروح لان هم عندهم نفس عدد الانرجي ليفلز، because they are similar in the number of energy levels. بعد كده بنقول خدوا بالكو ان احنا الاتوميك نمبر كده كده بيزيد في البيريود وفي الجروب. في البيريود بيزيد بمقدار 1، يعني هنا مثلا ده 11 يبقى ده 12، يبقى اللي بعده 13، اللي بعده 14، اللي بعده 15. طيب لكن في الجروب بنزيد لما بنتحرك من فوق لتحت بزيادة 8، ده كان 3 زود عليهم 8 يبقى 11، زود على 11 8 يبقى 19 وهكذا. هنا مثلا ده 12 زود عليهم 8 يبقى 20. طيب نيجي بعد كده لحاجة مهمة هي الفالنسي، او بنسميها valence electrons، يعني الالكترونز found in the last energy level of the element atom. طيب يعني ايه الموضوع ده؟ الفالنسي هو التكافؤ، يعني عدد الالكترونات اللي بيفقدها او بيكتسبها او بيشارك بيها العنصر، يعني او الذرة. لو ذرة فقدت 1 او بتكتسب 1 الكترون او بتشارك ب 1 بنسميها مونوفالنت، ولو فقدت 2 او اكتسبت 2 او شاركت ب 2 بنقول عليها دايفالنت، ولو اكتسبت 3 او خسرت 3 بنسميها تراي فالنت. طب لو كان 4 تبقى تترا فالنت، لو 5 تبقى بنتا فالنت، لو 6 تبقى هيكسا فالنت. طيب يعني ببساطة لو احنا بفضل الله جينا نبص على الصوديوم اخر 1، فهو بالتالي هيفقد ال 1 ده لان هو اصلا هدفه يبقى 8، فالاسهل يفقد ال 1 ولا يجيب 7؟ لا، يفقد ال 1 ويبقى شبعان كده ب 8، فده كده مونو فالنت، هو فقد 1. طب ممكن حد يكتسب 1 ويبقى مينو فيلنت، اهو كلورين 287، هو ده ايه، هيفقد ال 7؟ لا طبعا، الاسهل له يكتسب 1، فده بالتالي كده يبقى برضو مونو فيلنت. طب المغنيسيوم هيفقد 2 يبقى داي فيلنت، السلفر هيكتسب 2 علشان يكملهم على 6 يبقى 8، يبقى بالتالي ده داي فيلنت.
الألمنيوم هيفقد 3 trivalent، الفوسفورس بيكتسب 3 يبقى برضو trivalent. يبقى بالتالي بفضل الله قصة الفالنسي فهمنا معناها ايه، وفي عالم اسمه لاوس عمل نظام اسمه لاوس دوت ستراكتشر عشان نعرف الفالنسي. بمعنى ايه؟ قال لك انا مثلا والله عندي السلفر 16 توزيعته 286، فلما انت تيجي توزع علشان تعرف الفالنسي بتاعه هتاخد السكس الكترونز دول، تكتب رمز العنصر ادي الاس، تبدا تحط لي بقى نقطه هنا السكس بقى نوزعهم، ادي واحده هنا الاول، او انا همسحها لكم واعملها لكم من جديد سريعا كده. فنيجي نبص اهو، انا معايا 6 الكترونز، ادي 1 هنا وادي 1 هنا وادي 1 هنا وادي 1 هنا، انا وزعت 4 من ال 6، بقى معايا 2، اجي هنا احط 1 كمان وهنا احط 1 كمان. طيب كده انا وزعت 6 خلصوا تمام. اشوف عدد السنجل دوتس ويبقى هو ده الفالنسي. السنجل دوتس كام؟ 1 2، يبقى دوت دايفالنت اهو، دايفالنت. وخد بالك وانت بتوزع النقط فوق وتحت بيبقى بالعرض، يعني لما بزود نقطة فوق بزودها بالعرض كده، لكن على الجنبين بزودها بالطول اهو كده. طيب فنيجي نبص لنفس الفكرة كده، وزعنا مثلا هنا ال 7 الاف اهو 1 2 3 4 وبعد كده 5 6 وادي كده ايه 7، اتبقى معايا كام سنجل؟ 1، يبقى ده كده مونوفالنت اهو. هنا اتبقى معايا كام سنجل؟ 2، يبقى داي فالنت. طب هنا النيون ده كلهم بيرد، كلهم زوجي، يبقى بالتالي كده ده زيرو فالنت، يعني ولا بيفقد ولا بيكتسب ولا بيشارك لانه شبعان. اللي بيفقد او بيكتسب او بيشارك دوت بيبقى جعان، مستوى الطاقه الخارجي بتاعه مش شبعان. طيب بنقدر نعرف الفالنسي برضو بطريقه سهله، اللي هو انت لو كان اخرك 1 لغايه 4 يبقى على طول ده الفالنسي بتاعك. يعني لو كان هو ما هو لو كان اخر 1 لغايه 4 يبقى هو في جروبس من 1A لغايه 4A، يبقى دوت هو النمبر اوف الكترونز ان اوتر موست انرجي ليفل، فبالتالي ده الفالنس بتاعه. طيب يعني انا هنا لما شفت 1 و 2 و 3 يبقى دوت الفالنس بتاعهم على طول، او 4 كمان ده الفالنس بتاعهم. طب لما 5 و 6 و 7 لا انقص 8 منهم، فبقول له 8 minus 7 ده كده monovalent، 8 minus 6 ده داي، 8 minus 5 ده تراي. يبقى بفضل الله اللهم لك الحمد هنا بنقول اهو، يبقى from group 5A to 0 group equal 8 minus number of electrons in outermost level. بعد كده بنقول the valency of the noble gases equal 0. ليه؟ لان last energy level in each of their atoms are completely filled with electrons، وكمان so their Lewis dot structure doesn't contain unpaired electrons. بعد كده معلومة هنا مهمة، بنقول بما ان العلماء طبعا اعتمدوا على الاتوميك نمبر اللي هو عبارة عن البروتونز في المودرن بيريديك تيبل، وكان دايما بيطلع عدد صحيح، وهم اكتشفوا 118 عنصر، فبالتالي اي عنصر هيكتشفوه كمان هيكون عدد صحيح، يعني مفيش عناصر هنكتشفها بالديسيمالز. فبنقول scientist can't discover a new element between sulfur 16 and chlorine 17. هقول له because the atomic number of an element is integer number، يعني عدد صحيح، and increase in the same period from one element to the following by one. بعد كده من خلال الالكترونيك كونفيجريشن of atom reveals، بيكشف لينا البروبرتيز بتاعت الذره والعنصر، بمعنى ان الكيميكال بروبرتيز بنعرفها من خلال الالكترونز. ما احنا وزعنا وعرفنا بقى اذا كان ده ميتال ولا نون ميتال ولا ايه موضوعه، والفيزيكال بروبرتيز اللي هي بقى درجه الغليان ودرجه الانصهار وصفات العناصر هنا بنعرفها من عدد النيوترونز. يبقى الفيزيكال بروبرتيز بنعرفها من النيوترونز. طيب وادي تعريف الفالنس الكترونز هنحفظه، ونيجي بقى هنا نبص على الالكالاين ميتالز والهالوجنز، نلاقي ان احنا لما بنتحرك في الجروب من فوق لتحت الاتوميك سايز بيزيد او الاتوميك ريديوس بيزيد اهو. طبعا كده كده الاتوميك نمبر بيزيد، احنا اتفقنا سواء في البريد او في الجروب،
في البيريود ب1 وفي الجروب ب8. لكن احنا هنا بنتكلم عن الاتوميك ريديوس، لقيناه في الالكالاين ميتالز وفي الهالوجنز بيزيد اهو. شايف الارقام بتزيد ازاي؟ تمام. طب بالنسبه للميلتنج بوينت والبويلنج بوينت في الالكالاين ميتالز، قال لي لا، لما بنتحرك من فوق لتحت اهو decreases. يبقى الالكالاين ميتالز الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت decreases، لكن في الهالوجنز العكس increases زي ما احنا شايفين الارقام اهو. يبقى بالتالي يا جماعه انت هنا تقول لي يا مستر درجه الحراره هنا بتزيد ازاي؟ ده كان هنا 101 وهنا نيجاتيف 7. اقول لك هنا نيجاتيف 101 وهنا نيجاتيف 7، فبالتالي انهي درجه اعلى في الحراره؟ لا، دي اكثر انخفاضا، دي اعلى منها، انت واخد بالك؟ يبقى بالتالي مثلا لو تلجيه درجتها زيرو، لو تلجيه درجتها نيجاتيف 1 وتلجيه تانية درجه حرارتها نيجاتيف 50، مين الاعلى في درجه الحراره؟ يبقى بالتالي نيجاتيف 1 هي الاعلى في درجه الحراره، ومين اللي منخفضه في درجه الحراره؟ هي نيجاتيف 50. يبقى كده دي كده درجه الحراره بتزيد. طيب فنيجي هنا مثلا الكلورين اهو، الميلتنج بوينت بتاعته بنيجاتيف 101، فبقت كام بعد كده؟ بقت نيجاتيف 34، فتحول لجاس، عملت بويلنج بوينت. يبقى درجه الحراره الاعلى هي مين؟ نيجاتيف 34. طيب بعد كده بنقول بالنسبه للهالوجنز، the melting and the boiling points of halogens increases as the atomic number increases from top to the bottom. يبقى الميلتنج والبويلنج بوينت بيحصل لها ايه؟ increases في الهالوجنز، لكن في الالكالايز بيحصل لها decreases. بعد كده لما نيجي نتكلم بقى عن الفيزيكال ستيت للسبستانسز زي بقى الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت للهالوجنز وللالكلايز، بالنسبه ريليتيف تو روم تمبريتشر درجه حرارتها 25، فهنلاقي ان المواد الصلبه اللي فيهم زي الايودين والليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم بيكونوا في حاله صلبه، ده الطبيعي بتاعهم. و الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاعهم بيكونوا مور ذان 25. ازاي يعني؟ انت لو جيت بصيت كده اهو على الليثيوم، شايف درجه الميلتنج بتاعته والبويلنج بتاعته درجات عاليه قوي، يبقى بالتالي هو درجه حراره الغرفه 25، فهو ما وصلش للدرجه دي، هو قاعد في درجه حراره 25 فما وصلش للدرجات دي، فولا حصل له ميلتنج ولا حصل له بويلنج، ففضل في الحاله الصلبه زي ما هو، يعني ما انصهرش ولا تحول لسائل ولا تحول لغاز. نفس الكلام الايودين. طيب نيجي لعنصر ليكويد مثلا زي البرومين، فبنقول البرومين درجه الحراره هنا كام؟ نبص على البرومين، البرومين اهو بنقول بفضل الله ان الميلتنج بوينت بتاعته كام؟ نيجاتيف 7. طيب لما يكون هو في درجة حرارة الغرفة البرومين، فبالتالي هلاقيه هو بقى ايه كده؟ ليكويد في درجة حرارة 25، في درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 هيبقى ليكويد. طيب لما تقل بقى يبقى لما درجة حرارة البرومين تبقى نيجاتيف، توصل لنيجاتيف 7 بيحصل له ميلتنج. تمام. طب ما هو خد بالك ان 25 دي اعلى من نيجاتيف 7، فبالتالي كده هو منصهر، ففي حاله ليكويد. تمام. يبقى ديت الميلتنج بوينت بتاعت البرومين. طيب البويلنج عشان يوصل لغليان بتبقى مور ذان 25، اللي هي بكام؟ اللي هي ب 59، فهو ما وصلهاش، فعشان كده فضل في حاله السائل. طيب الجاس عندنا مين هنا؟ الجاس الكلورين، الكلورين اهو درجة الانصهار بتاعته
نيجاتيف 101 والبويلنج نيجاتيف 34. طب هو وصل لها في الغرفه وبزياده كمان، ده الدرجه عليت بقت 25، يبقى بالتالي هو جاس. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده بنقول ان الميلتنج اند بويلنج بوينتس اوف ليثيوم اند بوتاسيوم ار هاير ذان روم تمبريتشر. طبعا طبعا هنا بالتعبير اللي هي كانت 25، فبنقول بيكوز بوث ار سوليد اليمنتس ات روم تمبريتشر، يبقى هما في حاله الحاله الصلبه في درجه حراره الغرفه. ميلتنج اند بويلنج بوينتس اوف كلورين ار لوور ذان روم تمبريتشر. يبقى درجة الانصهار ودرجة الغليان بتاعة الكلورين اقل من درجة حرارة الغرفة، وبالتالي هما في الجاسيس ستيت، فهي بتكون في الجاسيس ستيت اهو. يعني احنا لو بصينا للكلورين اهو، ادي الدرجات بتاعته نيجاتيف 101 ونيجاتيف 34، فدي درجات اقل من درجة حرارة الغرفة، فبالتالي درجة حرارة الغرفة أعلى منهم، فبالتالي هو وصل لدرجة الغليان فهو جاس. طيب by moving from up to down الاتوميك نمبر كده كده increases في الجروبس، فالmelting and boiling points of alkali metals decreases، والعكس بيحصل في الهالوجينز increases. وبنقول هنا لو معانا مثلا الmelting point بتاعت العنصر X negative 7.2 والبويلنج بوينت بتاعته 58.8، فبيقول لنا هنا conclude the physical state of each of the elements X والY عند temperature في room temperature درجة حرارتها 25. فبالتالي العنصر ده هو حصل له انصهار في درجة 7.2 والغرفة درجة حرارتها أعلى من كده كمان، ده 25، فهو مستمر في حالة السيولة لكن ما وصلش للغليان فهو سائل. فـ element 6 is A is liquid. طيب العنصر اللي بعده هو الميلتنج بتاعته عند negative 218 والبويلنج عند 183 ودرجة حرارة الغرفة 25، فهو بالتالي في درجة أعلى من درجة الغليان، فبالتالي يبقى جاس. اخر حاجه بفضل الله بنتكلم عن الكيميكال اكتيفيتي اوف ميتالز، النشاط الكيميائي للميتالز الالكالاين ميتالز والالكالاين ايرث ميتالز. لما بنتحرك من فوق لتحت الكيميكال اكتيفيتي بتاعتهم بتزيد. يعني ايه؟ يعني عندك الليثيوم توزيعته 2 1، اهو 2 1، وهنا ده 2 8 1، والبوتاسيوم 2881، كله هنا ده ميتالز بيفقدوا ال1. طيب مين الانشط والاسرع كيميائيا؟ اللي حجمه اكبر لانه مش قادر يسيطر على الالكترون ده، بعيد عنه، بعيد عن النواه، فمش قادر يسيطر عليه. لكن هنا هو هيفقده لكن سيطرته عليه اكبر، فالتفاعل الاسرع هيكون للي حجمه اكبر، فبالتالي كل ما بنزل تحت كل ما النشاط الكيميائي بيزيد. طب لو جينا نقارن ما بين الالكالاين ميتالز والالكالاين ايرث ميتالز، دول عندهم 1 في مستوى الطاقه الخارجي ودول عندهم 2، يبقى اللي هيفقد 1 هيبقى اسرع في عمليه الفقد عن اللي عنده 2، فبالتالي الكالاين ايرث ميتالز less active than الكالاين ميتالز، دول اقل في النشاط من الالكالاين ميتالز. بعد كده لو قلنا الكيميكال اكتيفيتي اوف هالوجينز اللي هم نون ميتالز، لما بنتحرك من فوق لتحت ديكريسس. ليه؟ لان انت عندك مثلا فلورين 2 7، كلورين 2 8 7، فتخيل لو هما الاثنين هيتخانقوا على الكترون مين يقدر يجذبه اقوى؟ فهنا كانه قدامه حيطين وهنا قدامه ثلاث حيطان علشان يوصل للتاثير بتاع البروتونز او النيوكليوس الموجبه، فبالتالي هيتشد هنا اسرع. يبقى كل ما الحجم يصغر هنا كل ما النشاط الكيميائي بتاع الهالوجينز بيزيد، يبقى عكس الالكالاين ميتالز والالكالاين ايرث ميتالز. يبقى الكيميكال اكتيفيتي اوف هالوجينز جروب ديكريسس، لكن في الالكالايز والالكالاين ايرث ميتال انكريسس. بعد كده معلومه، سيزيوم از ذا موست اكتيف ميتال، انشط ميتال هو السيزيوم،
والفلورين هو الموست اكتيف نون ميتالز. يبقى ادي الفلورين اهو انشط نون ميتال، وادي السيزيوم رمزه سي اس انشط ميتال. وبكده بفضل الله نكون اتمينا شرح لسنتوب الكامل. دعواتي للجميع بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.